للوقوف عند مصير الهدنة الأممية في اليمن وانتهاكات إيران وميليشيا الحوثي لها، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، مرحبا بكم. هناك دعم إيراني لميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة، لا سيما تلك المضادة للدروع والدبابات، خاصة في ميناء الحديدة. ما الحاجة إليها في ظل وجود هدنة تعول عليها الأمم المتحدة دكتور؟ اولا بالنسبه للهدنه هي تاتي لاستجابه للحاجات الدوليه، هذا يعني بمعنى انها لا تحقق تطلعات الشعب اليمني، هي تحقق الاهداف الدوليه التي تريد الحفاظ على كل الاطراف وكل طرف يحافظ على مكانه، هذا بالنسبه للعنصر الدولي. بالنسبه للحوثيين، لا يوجد عند الحوثيين هدنه، هم مرحلة الهدنة هي عبارة عن التقاط أنفاس، الذهاب إلى مفاوضات هي أيضا كسب من الوقت وتحقيق الاعتراف بهم كطرف من أطراف النزاع وليس جماعة انقلابية. هناك استثمار لكل هذا، استثمار المفاوضات لإضفاء أنهم يحملون مشروع سلام، استثمار للهدنة بحيث يتم إعادة التموضع والتسليح. وهنا سأتحدث إليك بكيفية التسليح. أولا الحوثيين عندما يعني جزء من يعني أحد أهداف الأسباب اللي أدت الانقلاب، أثناء مخرجات الحوار تم تقسيم اليمن إلى أقاليم، هم كانوا يريدون الإقليم التابع لهم يكون له منفذ بحري ميدي، وبالتالي التقسيم لم يمنحهم ميناء، أي أن كان هناك سبق أو يعني توجه مسبق لأن يكون لهم مطار في صعدة ويكون لهم ميناء بحري بحيث تسهل عملية التهريب وعملية تزويدهم بالحاجات بحيث يشكلون دولة في الدولة، هذا طبعا قبيل التهام الدولة برمتها. ثم بالنسبة للتسليح، أيضا هناك ما يسمى بالبنية الصناعية أو الصناعات العسكرية التابعة للدولة تم الاستيلاء عليها، وهناك خبراء يذهبون إلى اليمن لتقديم المشورة والخبرات. إذن هناك تهريب، هنالك البنية التحتية للصناعة العسكرية تم توظيفها من خلال خبراء، وهناك تهريب ليس فقط السلاح الكبير، هناك ما يسمى بتجميع الأجزاء ذات التقان العالية. إيران هناك استراتيجية تزويد الحوثيين بالخبراء، بالقطع العسكرية، باللوجستيات، لأنها تعتقد أن الحوثيين هم القدم الأول باتجاه المملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك أربع دول عربية ينبغي أن تكون مجالات إيرانية وليست عربية، هي العراق واليمن ولبنان وسوريا. إذن هذا، وهناك توجه غربي، لأن هذه الهدنة التي الآن المجتمع الدولي يتحدث عن حالة إنسانية، لا يهمه الحالة الإنسانية المجتمع الدولي، المجتمع الدولي يريد نقل النموذج العراقي إلى اليمن، عبارة أخرى نقوم بحكومة وحدة وطنية، توافقات سنة شيعة شمال جنوب إلى آخره، إذن ترتيب يجعل من اليمن عبارة عن بغداد آخر وعراق طيب آخر مشتعل. نعم دكتور، يعني كما تفضلتم هناك ليست هدنة ولكن ترتيب الصفوف خاصة من قبل ميليشيا الحوثي، لكن هناك وتطرقتم إلى ذلك، ولكن لابد الوقوف عند هذه النقطة، هناك صمت أممي مطبق على الانتهاكات التي تأتي من قبل الميليشيات الحوثية، ألا يعد هذا مخالفا للقانون الدولي دكتور عبد الباقي؟ هناك علينا أن نميز بين المرجعيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والدول المهيمنة على صناعة القرار الدولي. الدول المهيمنة على صناعة القرار الدولي يهمها بقاء الحوثيين، لأن بقاء الحوثيين يعني أن إيران ستظل مهدد للمنطقة، يعني أن هذا يبرر بالتطبيع إلى آخره، وبالتالي هم فقط ضمنوا أو أوقفوا استهداف السعودية والإمارات، ولكن نحن تقريبا ما يقارب 1500 جريح وتقريبا ما يقارب 400 قتيل منذ بداية الهدنة الأولى، لم تتوقف المعارك، وهناك قصف مدينة تعز، وبالتالي المستفيد الوحيد من الهدنة الحوثيين وليس السلطة الشرعية. السلطة الشرعية الآن يعني في الجنوب يتم سحب البساط من تحتها لصالح المجلس الانتقالي في سقطرة وفي شبوة وقصف الجيش الوطني، الحوثيين مستقرون، هناك دعم دولي لهم، هناك حوارات معهم غير معلنة، وبالتالي الدول المهيمنة على القرار تريد الحوثيين لأسباب عدة، منها بقاء إيران مهدد،
منها ان للشيعة كما يقال عنوان، بمعنى انهم يستطيعون التواصل معهم تحت البراغماتية الغربية واظهار خلاف ما تبطن الشيعي، باعتبار ايضا مواجهتهم لحركات الاسلام السياسي، باعتبار استدعاء ان يصبح السنة وتواجه الشيعة وليس الزيدية التي كانت قد تعايشنا معها وحاولنا ان نجد نقاط وسطى. المجتمع الغربي يصيغ تشكيل ما يسمى بالخارطة العقائدية والمناطقية لليمن، وهناك تفتيت، هذا التفتيت في العراق، التفتيت في سوريا، التفتيت في لبنان، يؤدي إلى إنهاء المشاريع العربية التي كانت كنا عشنا أيامها، البعثية والناصرية وحتى البحث عن مشاريع قومية. الآن نحن لا نستطيع الحديث عن هوية عراقية أو هوية يمنية أو هوية لبنانية، تم إعادتنا إلى الهويات السابقة، ولا نستطيع الحديث عن وحدة عربية لأننا يعني أمام حالة من الفجوة بين المشروع القومي ونحن ما زلنا لم نصل إلى الدولة الوطنية. وهناك المشروع الإسلامي أيضا، هناك ثلاث عواصم للدول الإسلامية، لتركيا والسعودية وإيران. إذن نحن أمام تفتيت لأي مشروع وحدوي، وهناك المجلس التعاون الخليجي أصبح لديه شرخ ويحتاج إلى وقت. يعني المنطقة تستهدف، وإيران تستهدف المنطقة العربية وتساهم في بقاء إسرائيل. هذه الدولة أضرت بأمننا القومي وأضرت بدولنا وتخدم إسرائيل بامتياز بغض النظر عن الشعار. نعم، سنأتي للحديث عن دور إيران في مساندتها للميليشيات الطائفية ليس فقط في اليمن ولكن في عدة مدن أنت تعرفها. لو تحدثنا عن ميزان القوة دكتور عبد الباقي، هل مشكلة الانتهاكات تدل على ضعف قوات الشرعية اليمنية أمام ميليشيا الحوثي؟ دعني أكون معك صريح، الحوثيين كان لن يستطيعوا الصمود أكثر من 4 أشهر، وكان الانقلاب سينتهي لو كان دول التحالف قد دعمت الجيش الوطني ولم يكن لها مشاريع في المناطق الجنوبية. الآن الجيش الوطني يستهدف باعتبار أن هناك مماثلة، يعني خلال 7 سنوات، أن الجيش الوطني هو عبارة عن جماعة إسلام سياسي أو تجمع من إصلاح، وباعتبار أن هذه الجماعة يعني هذا المماثلة مهدت وقدمت صيغة لاستهداف الجيش الوطني. السلطة الشرعية تم إضعافها تدريجيا، تم تجفيف مواردها، تم إحلال ميليشيات بديلة عن الجيش الوطني، تم إحلال هياكل سياسية كالمجلس الانتقالي بديل عن السلطة الشرعية، تم إضعاف مؤسسة دستورية. ارتكبت دول التحالف خطأ استراتيجيا ستدفع ثمنه غاليا، لأن إضعاف هذا الإضعاف السلطة يشبه تماما عندما تم يعني تسريح الجيش العراقي، وكان الخبراء يتحدثون عن خطورة ذلك. نحن الآن نعيش نفس المرحلة بعبارة أخرى، سنعود إلى مرحلة المناطقية والقبلية والشمال والجنوب. هذا هو مخطط يعني استراتيجي، لأنه وفقا لعلم الاجتماع ينبغي أن تصهر كل الهويات من خلال عمليات عقلانية في الهوية الوطنية. الآن كل العمليات تؤدي إلى التموضع حول هويتنا السابقة للدولة والسابقة للهوية الوطنية، يتم تشويه الذاكرة الوطنية الجمعية، هناك استهداف مباشر. ولذلك يبدو لي أن النموذج العراقي ربما يعمم حتى المجلس الانتقالي. سأذكرك هنا بكردستان، هناك تدريب كما دربوا كردستان على أن تدير ذاتها، يتم تدريب المجلس الانتقالي لإدارة المناطق الجنوبية. وكما فصلوا أيام قصف بغداد الخط 36 بمنع الطيران، يتم الفصل بين الشمال والجنوب من خلال الخط الفاصل عام 1990. هناك مشاريع غامضة ومخيفة لليمن، وهناك غاز ونفط واعد. نحن أمام صراع إقليمي دكتور دولي. نعم. جغرافية اليمن دكتور. نعم. بدقيقتين لو تفضلتم، يعني هناك من يتحدث أن الاحتواء، سياسة الاحتواء الأمريكية لإيران ساهمت بوصول إيران إلى أن تدعم الميليشيات في عدة مناطق، وموضوع البحث هنا اليمن خاصة في عهد بايدن. أمام هذه الانتهاكات من قبل إيران وميليشيا الحوثي، إلى أي مدى يلوح بانهيار الهدنة الأممية دكتور؟ سيتم الضغط الدولي الشديد على إيقاف المعارك. هم يريدون
أن يبقى الحوثيين بما يمتلكون من جغرافيا وقوة، ويبقى المجلس الانتقالي بما يمتلك، ويبقى قوات صالح بما يمتلك، ويبقى السلطة الشرعية بما تمتلك مع إضعاف. هذا هو الهدف كما هو الحال، وبالتالي إيقاف هذه الجماعة في هذا التوقيت يعني ليس هناك انسحاب من المدن كما هو موجود في المرجعية الدولية الثلاث، ليس هناك تسليم السلاح للدولة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن تبقى اليمن 20-25 سنة لا سلطة لا دولة، هناك شبه استقرار. يعني الأمريكان بريطانيا كما هو الحال متواجدين بيننا، لديهم قواعد عسكرية، يسيطرون على سوق قطرة، ويسيطرون على وأيضا لمواجهة الصين في طريق الحرير. نحن الآن أمام يعني استراتيجية دولية وإقليمية في الجغرافيا اليمنية. الشعب اليمني حتى الآن سيندم كثير إذا لم تبادر النخب وتحاول أن توجد ما يسمى بكتلة وطنية تاريخية، تحاول أن تجمع الجماهير لتحافظ على السيادة الوطنية. غير ذلك نحن سنذهب إلى مرحلة صعبة في المستقبل تشبه حالة الصومال، ربما حتى الجنوب لن يكون جنوبا، ربما يتشظى إلى أكثر من جنوب، والشمال سيكون حرب طاحنة. نعم موجودة دكتور. لذلك إيران تتكامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، هناك تكامل، وإيران لن يتم إضعافها حتى الصفر، بل سيتم إضعافها حتى، لا يجب أن تكون إيران غير مهدد للمنطقة، ينبغي أن تكون مهدد للمنطقة. نعم. مع التحكم بمستوى منسوب تسليحها، ليس الهدف إضعاف إيران. عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لكم.